يوم العبور التاريخ اتكتب من أول وجديد. ما كانش حد في العالم مصدق إن إحنا نقدر، عشان ما يعرفوش السر، سر دعوة أم وأب من القلب، سر الله أكبر وعقيدة قتالية الجيش بيقول يا النصر يا الشهادة. الشعب المصري ملوش كتالوج، الشعب المصري ما يقبلش إن محتل يعيش في أرضه متهني، وده مش كلام إنشاء، ده التاريخ اللي بيقول.